السلام عليكم. هنتكلم في موضوع هيرس كورنر ديتكشن. في الاول خالص كده هتكلم بشكل انتويتيف عن الموضوع قبل ما ندخل في تفاصيل الرياضه وكده عشان نبقى عارفين اصلا الكلام بيتكلم على ايه. يعني الفكره في هيرس كورنر ديتكشن ده ان هو بيحاول اولا هو يعني حاجه اسمها فيتشر ديتكتور. يعني ايه فيتشر ديتكتور؟ يعني بيطلع شويه اماكن من الصوره، بيشوف الاماكن دي النوعيه المميزه نقدر نتابعها خلال كذا صوره، سواء مثلا يعني ممكن مثال الدكتور يبقى ظريف او رجع يعني كده لورا مثلا حاجه زي كده. لو فمثلا مثلا انت عندك صورتين وعايز تعرف يعني عندك مثلا كذا مكان سياحي في مصر وفي واحد باعت صوره، فانت عايز تعرف الصوره دي في انهي مكان فيهم. يعني فانت عندك 1 2 3 4 5 كده من صور، مثلا ابو الهول والاهرامات خوفو والهرم بتاع خفرع ومثلا الهرم بتاع منقرع، وانت عايز تعرف بقى واحد مصور الصورة عايز تعرف انت جايبه مين في الاربع معالم دولت. يعني ده مثال يعني بسيط، مش هو ده المثال الحقيقي اللي بيحصل. الابلكيشنز كتير اكتر من كده شويه، بس لو افترضنا احنا بنتكلم في حاجه زي كده، فهنا مثلا تلاقي الصوره قريبه من بعض. لو انت بتعمل مثلا حاجه زي التمبلت ماتشنج اللي خدناها في احدى شيتات بس مش هنعرف في تفاصيلها، يعني ممكن تجيب مربع كده وتقعد تمشي بالمربع ده، تطرح المربع بابسولوت فاليو من كل مربع ممكن في الصوره دي لغايه لما تيجي هنا. هتلاقي نفسك لو جيت عند الوش ده، جيت طرحته من الوش ده، في الاغلب هتلاقي الرقم قليل، فوارد ممكن تلاقي ايه اللي حصل ماتشنج. لو جيت تجيب المينيموم بتاع لما عديت، لو انت مقطع فلتر حجم مربع زي كده وجيت وقفت عند المربع طرحت كل بكسل بكسل اللي قدامك، هتلاقي هنا بكسل رمادي بيقترح من بكسل زرق فتطلع قيمه كبيره وهكذا. فطول ما التمبلت دي مش شبه الحاجه اللي بتعدي عليها هتطلع رقم كبير. لما التمبلت دي تكون شبه الحاجه اللي بتعدي عليها تبدا تطرح نفس البكسلز من بعضها نسبيا فتطلع رقم قليل، فتعرف انك لقيت الحاجه. بس لو جيت تبص حاجه زي كده هتلاقي ان الاشكال بدات تختلف شويه. لو انت جيت مثلا تماتش القبه دي هتلاقي نفسك لما تيجي تجيب القبه دي على القبه دي هتلاقي القبه دي مايله شويه، فمش هينطبقوا على بعض الانطباق اللي يخليك لما تعمل تمبلت ماتشنج يطلع لك ان المكان ده هو اللي كان فيه النقطه دي. وبالتالي احنا عشان كده محتاجين حاجه شويه تكون ادابتف، بتادبت نفسها على الفيو بوينت تشينجز. لو الشكل بتاع الحاجه جيت له مثلا من اليمين او من الشمال او كده، وحاجه زي كده بيبقى فيها ابلكيشنز كتيره زي الابلكيشن ده. بص كده But here's really a beautiful example. هو شايفين الصورة دي؟ عارفين البانوراما صح؟ البانوراما دي لو انا اخد صور كتيرة جدا 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 للمكان وبعد كده ابدا ادمج الصور دي مع بعض. الفكرة هو ازاي بيعرف يدمج صور مع بعضها؟ لازم عشان يعمل حاجة زي كده. لو انا قلت لك مثلا صورتين اهم وحاول تدمج الصور مع بعضها، هتبدا تدور على نقط تماتش بيها الصور. وانا مثلا تدور على البوينت دي اللي هي قمة البيت ده في الصورة اللي على اليمين والصورة اللي على الشمال، ولو جبتها تقوم جاي حاطط نقطتين على بعض. بس عشان تظبط الصورة قوي مش هتحتاج تجيب نقطة واحدة بس، هتحتاج تجيب مثلا كذا نقطة ما بين الصورة والتانية. فهتجيب مثلا نقطة دي ونقطة دي، لو ظبطت النقطتين دول على بعض في الصورتين هتلاقي نفسك نسبيا نسبيا ايه، ما اعرفش الماوس ظهر ولا لا، بس لو الماوس مش ظهر انا بتكلم على التالت قمة من على الشمال، تالت قمة في البيوت دي شمال، تالت حاجة عاملة زي حرف الفي المقلوب كده داخل الطرف اللي على الشمال بتاعه. فأوله نقطة اللي هو نقطة قمة الفي وآخره على الشمال تحت نقطة تانية اللي هي آخر الفي من تحت المقلوب. بس فلو أنا عندي نقطتين دولت بالنسبة لي هيكونوا كافيين إن أنا أعرف أمرج نقطتين صورتين مع بعض. الفكرة إن ده كله بنعمله بعينينا. أنا أقدر أجيب الصورتين دول وأظبط إن هما الاتنين يماتشوا مع بعض وهكذا. واجيب كذا صوره بقى، يعني عشان اكمل البانوراما دي محتاج كل الصور بقى ادمجها مع بعض لغايه لما اعمل البانوراما الكبيره دي. الفكره ازاي الكمبيوتر يعرف يعمل حاجه زي كده اوتوماتيك؟ محتاجين حاجه تعرفه انهي نقط هيعرف هيعمل لها ماتشنج، يعني انهي نقط اللي يبدا يدور بيها، يعني مثلا يجيب ازاي يجيب قمه الفي هنا واخر الفي هنا عشان في صوره وفي صوره ثانيه عشان يبدا يماتشهم مع بعض. فده كده اسمه فيتشر ديتكشن، ان انا بدور على نقط معينه شايفها انترستنج بوينت. احنا لسه بنتكلم بشكل انتويتيف، بنعرف ازاي الحاجه دي رياضيا ليها معنى وبتاع.
بعد عملت الماتشنج ده ايه اللي هيحصل؟ قصدي بعد ما لقيت النقط هبدا بقى اشوف النقط اللي انا لقيتها في صوره اكس والنقط اللي لقيتها في صوره واي، انهي نقط فيهم بتماتش مع بعضها، انهي نقط شبه بعضها، وابدا بقى لما اجيب النقط دي ادمج الصور مع بعضها. الكلام ده احدى الابلكيشنز بتاعته البانوراما، في ابلكيشنز كتيره جدا عليه، يعني الدكتور جايب بعض الابلكيشنز مكتوبه هنا، وهنا هو عمل النقط البيضاء اللي تعتبر نقط هو شايفها مميزه في الصورتين، بحيث لما يحاول يماتش الصوره دي مع الصوره دي يلاقي حاجات يماتش بيها، يدور بقى هل النقطه دي موجوده هنا، النقطه دي موجوده هنا، وهكذا. فهو هنا مثلا لو افترضنا ان النقطه دي هي النقطه دي، النقطه دي هي النقطه دي، عمل ماتشنج يعني، فكل خط بيوصل النقطتين ببعض يعرف يدمج الصورتين مع بعض بالطريقه دي. وهو هنا الشارب ايدج اللي باينه في الصوره في النص دي مش موجوده اوريدي، مش ظاهره. هم عاملينها كده بس عشان تبقى انت شايف نتيجه الدمج بس، فالطبيعي بيحصل اوتريشن بحيث الدمج ده ما يبقاش باين قوي. فمثلا الفيتشر بوينتس دي بتستخدم في حاجات كتير جدا، ان انا لو عايز اعمل الاينمنت لايمج، عايز اخلي ايمج مطابقه مع ايمج ثانيه، عايز اشوف الحاجات مثلا في المفترض جبت نصور صوره لنفس لمكان من زاويتين مختلفتين، وعايز الاين الخطوط مع بعضها، الاين المباني مع بعضها، بحيث ايه يبقى الصورتين شبه بعض بالظبط. موشن تراكنج يعني ايه؟ يعني مثلا انا مهتم بعربيه ماشيه في الطريق قدامي في قدام كاميرا، فلقطتها في صوره في الفريم رقم واحد، فهي قدامي دلوقتي، فابدا اطلع فيتشرز نقط مميزه في العربيه دي، الحته مثلا اللي هي الوصله بين الباب والشباك والباب، حته كده مميزه، بحيث لما العربيه تمشي في الفريم اللي بعده ابدا اقول له الفيتشرز اللي كانت موجوده في الفريم اللي قبل هي فين في الفريم اللي بعده. لما اعرف فيتشرز دي فين، فابقى عرفت النقط اللي انا كنت مهتم بيها جوه العربيه اتحركت ازاي في الفريم اللي بعده، وبالتالي اعرف اريليت العربيه بتتحرك فين واعرف اتابعها في الفيديو يعني. اوبجكت ريكوجنيشن مثلا احدى الامثله على الموضوع ده، هو فكره نفترض انت مثلا عندك كذا اوبجكت، عندك مثلا كوبايه، شاحن لابتوب، علبه مناديل، دول انت مهتم بيهم في سين معين. فلنفترض مثلا في روبوت عايز يدور على حاجه عشان يبدا يعمل لها جرابنج بالروبوتك ارم، فانت ممكن يبقى عندك تمبلت ايمجز للشاحن، للكوبايه، للمج، للكنز، اسمه ايه ده، لعلبه المناديل، وهكذا. بعد ما يبقى عندك الاوبجكت دي، لما يجي لك صوره تبدا تشوف تجيب فيتشرز لكل اوبجكت من الاوبجكتس اللي عندك اللي هم كلهم متخزنين في ايمج واحده، وبعد كده تقارن الفيتشرز دي بالفيتشرز اللي بتعطيها الصوره وتعمل ماتشنج ما بينهم، وتشوف اكتر حاجه عملت ماتشنج تبقى هي الحاجه اللي انت عايزها. نبص كده على شويه مشاكل ممكن تحصل لما نحاول نعمل الموضوع ده. اول مشكله ان احنا لو فنفترض عندنا دلوقتي ديتكتور، ان احنا جبنا الاربع نقط دول وجبنا في الصوره اللي بعدها الاربع نقط دول، بس الاربع نقط دول هم مختلفين تماما عن الاربع نقط، فده يبين اول مشكله عندنا في الديتكتور اللي احنا بنهوب ان احنا نلاقيه، اللي هي ايه؟ ان احنا عايزين ريبيتابل ديتكتور، ان لو في نقطه موجوده في الصورتين لما اشغل الديتكتور على صوره منهم هيطلعها، ولما اشغل الديتكتور على الصوره الثانيه يطلعها، وبالتالي انا عايز ديتكتور يبقى كل ما يلاقي النقطه المميزه دي يطلعها، يقول لي ان هي موجوده، ما يعملهاش ميسنج ولا مره، مش مثلا مره يقول لي موجوده والمره اللي بعدها ما الاقيهاش، لان لو ما لقاهاش هيبقى عندي مشكله في الماتشنج، مش هلاقي النقط. تمام؟ تاني مشكله اني بعد ما لقيت النقط الكتيره اللي هي زي دي كده، النقط الكتيره جدا دي هنا وهنا، ازاي اعرف النقطه دي فين هنا النقطه دي فين هنا، ازاي اعرف اعمل كورسبوندنس؟ مش عارف دلوقتي، ما اعرفش، لازم يبقى عندي حاجه اعرف من خلالها اقول النقطه دي هي مين هنا. فلازم بعد ما اجيب النقط يبقى عندي حاجه بتديسكرايب كل نقطه بشكل يونيك، يعني مثلا تقول ان دي واقفه مثلا النقطه اللي هنا دي واقفه على شارب ايدج عامله زي حرف الفي كده، فيدور على نقطه هناك عامله حرف الفي مقلوب. مثلا صور زي ايه تاني؟ حاجه زي كده مثلا الصوره دي او الصوره دي، او مثلا ده في نقطه هنا عامله كورنر في المبنى ده، اعرف اجيبها بسهوله لو اتحركت بالكاميرا دي شمال سنه وانا واقف وصورت نفس المبنى، هعرف اقول ان النقطه دي هي النقطه اللي هناك، الكورنر اللي في المبنى ده هعرف الاقيه في الصور اللي بعدها. فلو انا بوصفها اقول ان هو كورنر،
شماله مثلا ازرق ويمينه شبابيك رمادي في اسود وكده. فانا كده عرفت اوصف النقطه دي، وبالتالي لما اجي اعمل كومباريزون هبقى لازم يبقى عندي معلومه اعرف اوصف بيها النقطه دي، عشان اقول له والله هو في نقطه عندك شبه الديسكربشن بتاع شبه الديسكربشن بتاع النقطه دي وكذا. مش انا شاطر خالص في موضوع الديسكربشن ده عشان هو ايه مش علينا يعني. فاحنا اللي احنا بنحاول نعمله ايه اصلا في الهاريس بيرل ديتكشن، بنحاول نديتكت السيم بوينت اندبندنتلي ان بوث، بنحاول نديتكت البوينتس بس، احنا عايزين نطلع البوينتس. فهاريس بيرل ديتكشن بيحاول يديتكت نقط مميزه، والنقط دي بنسميها كورنرز. مش معنى ان هي كورنرز ان هي فعلا كورنرز، لا هي هم مسمينها كده، مسمين كورنر على اساس ان هو نقطه يونيك يعني. فدي مثلا ملهاش اي علاقه بفكره الكورنر، بس هي اسمها كورنر. معرفش يسموها كده ليه. طيب ده برضو بعض الابلكيشنز على موضوع الفيتشرز، بنعمل ايه بالفيتشرز اللي احنا اتكلمنا عليها، قلنا الاوبجكت ريكوجنيشن قلنا الموشن تراكنج. تمام؟ فده مراجعه سريعه على فكره انا عايز ايه من الراجل اللي بيطلع فيتشرز دي، عايز يطلع لي ايه؟ فاول نقطه ريبيتابيلتي، ان انا لو الفيتشر موجوده هنا وهنا يطلعها في الحالتين. بريسيجن لو هي موجوده هنا في اكس واي معينه او موجوده هنا في اكس واي معينه يطلع لي عند الاكس واي دي بالظبط. ما يروحش يمين شمال ما يعملش ديفيشن يعني. تاني نقطه السيلينس والماتشابيلتي، ان انا كل نقطه عملها ديتكشن يبقى ليها وصف. على عكس مثلا بصوا لو لكم هنا لو جيت قلت لك وصف لي النقطه دي هتقول ايه؟ اساسك ما عندكش حاجه تقولها يعني، عادي نقطه في السماء لو شلت الماوس ورجعت تاني هتقول لي مش عارف اجيبها مش لاقيها. انما لو قلت لك وصف لي النقطه اللي هنا دي هتقول لي اه دي نقطه بين ترمتين تانيين وعامله شارب ايدج عامله زي ترمه الجبل كده. فلو قلت لك طب الماوس اهو الصوره راحت وجت تاني هتقول لي اه انا فاكر ان هي كانت الشارب ايدج دي وهي النقطه هي دي بالظبط. فانت عرفت تجيبها وعرفت توصفها. لما تبقى عارف توصفها ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نفسك عارف تعمل ماتشنج بين النقط اللي موجوده في الصورتين دول. اللوكاليتي دي ده كونسبت مهم، قال لك ان انت لما تجيب نقطه، انا من شويه غلطت غلطه قلت ايه؟ قلت ان النقطه دي هي نقطه بين قمتين، بين قمتين جبل. دي غلطه. ايه الغلطه اللي في كده؟ ان انا وصفت النقطه دي ديسكربشن واسع قوي حواليها. ما حاولتش ابقى لوكالي ديسكربتيف يعني، ما حاولتش لما اجي اوصفها اوصفها لوكالي حوالين نفسها كده، ما اوصفهاش جلوبالي على الصوره، لان انا موصف حاجه معتمد على ان كل اللي حواليها موجود، يبقى انا كده محتاج في كل مره اعمل لها ديتكشن الاقي كل اللي حواليها، محتاج في كل مره عشان اقول ان دي موجوده لازم تبقى بين قمتين. افرض مثلا انا مشيت في الصوره دي شمال شويه فالنقطه دي اختفت من قدامي، مش هعرف اجيب النقطه اللي جنبها، انا اللي مش هبقى شايف قمتين هي اللي في النص منهم، فساعتها هيبقى عندي مشكله في موضوع ده. فالمكان ده بيقول لك ان انت عشان تجيب الفيتشرز مش محتاج هايلمان حواليها، انت بس محتاج تلاقي سمول اريا حواليها تعرف تطلع الفيتشر كده. تمام؟ فده يخلي الديتكتور بتاعك روبست وكلاتر اند اوكلوجن، ان انت لو بس حته صغيره باينه من الفيتشر بتاعتك تعرف تجيبها. يعني انت مش معتمد على انك انت تدور حواليها بسكيل كبير قوي عشان تطلع ان دي فيتشر مهمه. مثلا ده دي صوره ودي صوره، نفس الصوره تقريبا بس بزوايا مختلفه. ودي الفيتشرز اللي طلعت، كل الكورسات دي هو شايفها فيتشرز وشايفها انها حاجه مميزه في الصوره. هنشوف ازاي هو بيطلع الكلام ده، ممكن تكون وارد ان احنا اللي يبقى شايف الصوره دي ما يبقاش شايف ان النقط دي فيها اي نوع من انواع التميز يعني، مثلا نقط في نص السواد هنا ايه المميز فيها. بس نظرا لان الكمبيوتر بيبقى شايف الايمج كبيكسلز، فاحنا في حاجات ما بنبقاش شايفينها من هي مميزه فعلا، بس احنا مش شايفين ان هي مميزه بعينينا احنا، بس هو شايف، هو هيعرف يلاقي دي هنا وهنا. يعني لو خدت بالكم هتلاقوا الحته دي في الصوره هي الحته دي في الصوره. زي مثلا الحته دي كده الدوران ده فيه نقط كتيره تلاقيها هنا وهنا، فتلاقوا ان اه فعلا ده فيه بيجيب النقط في كذا صوره. اللي فوق ده اسم البيبر اللي اتعملت، هو اسمه هاريس وستيفنز، فهو هاريس المفروض الاثنين هما اللي عملوا البتاع بس اتسمت على اسم اول واحد. تمام كده احنا خلصنا الكلام بانتويشن، واتمنى والله تكونوا فهمتوا يعني، يعني اتوقع ان انتم ما تفهموش مني حاجه بس ان شاء الله خير يعني. بس دلوقتي عايزين نبدا نشوف ازاي نترجم الكلام اللي احنا قلناه ده لحاجه ماثيماتيكال. تمام؟ فهنلاقي اول حاجه اللي هي دي، احنا قلنا واحنا بنحاول نديتكت البيكسلز الفيتشرز محتاجين نقطه
مميزه. يعني ايه نقطه مميزه؟ تعالوا نبص كده. شايفين التميز يا جماعه؟ بجد بجد التميز رهيب. بصوا كده على الصوره دي. الصوره دي انا كده انا جاي على مربع، مربع صغير قوي في صوره، يعني المربع المربع الكبير الصوره اللي باينه دي اصلا هي جزء من صوره كبيره. المربع الاحمر والازرق ده جزء من الجزء الصغير، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ الاحمر ده عباره عن شويه بيكسلز، صح؟ ليهم ليها عرض وليها طول، لو عملنا زوم ان هيبقى كل بيكسل ليها قيمه معينه. الازرق ايه؟ هو نفس الويندو دي بس اتحرك يمين وشمال. طب وايه الكيرف اللي هنا؟ الكيرف اللي على اليمين ده؟ الكيرف ده بقوم جاي اعمل ايه؟ بطرح كل بيكسل في الازرق، يعني البيكسل رقم 0 0 في المربع الازرق، اطرحها من البيكسل رقم 0 0 في المربع الاحمر. فيطلع لي رقم. اعمل له سكوير. بعد كده اروح عند البيكسل 0 1 في المربع الازرق و 0 1 في المربع الاحمر. اطرحهم من بعض واعمل سكويرنج وهكذا. واعمل الكلام ده على المربع كله، وبالتالي لازم يبقى المربع الازرق ده قد المربع الاحمر بالظبط عشان اعرف اطلع نفس عدد البيكسلز يعني. وبعد ما بجيب الموضوع ده بعمل ايه؟ بجمع كل اللي انا طرحته، يعني ده طرحت دي من دي فطلعت رقم. واعمل له سكويرنج واجمع الارقام اللي شبه الرقم ده اكروس الفلتر كله. فايه اللي يحصل؟ هيطلع لي في الاخر رقم. لما يكون الازرق مطابق للاحمر بالظبط زي الحل في النص دي، ايه اللي يحصل؟ يبقى كل بيكسل بتطرح من نفسها فتطلع صفر، فهجمع الاصفار دي على مستوى الفلتر كله فيطلع لي التوتال صفر. لما الايمجز لما المربع الازرق ده اتحرك يمين شويه، ايه اللي يحصل؟ الاقي ان بدا المربع الازرق ده ياخد حته زياده من دي من السواد ده ويطرح حته من الرماد منه، مبقاش في عمود رمادي اختفى وعمود اسود ظهر. فلما يجي يطرح كل بيكسل من بيكسل هيجي في النص هنا يطرح حاجه سودة من حاجه رمادي. هيبقى في كولوم هنا في الاسود بيطرحوا من كولوم في الرمادي، فيطلع الفرق بينهم كبير شويه. فلما اجمع الفروقات الكبيره دي الاقي الكيرف بدا يعلى. يعني الكيرف ده بيعمل ايه؟ ده الصم بتاع الايرور، الفرق بين المربعين دول. احنا بنعمل ايه في كل الكلام ده بقى؟ احنا بنحاول نطلع حاجه ماثيماتيكالي تخلينا نعرف نديكت النقط المميزه في الصوره. تمام؟ طب كل ما ابعد المربع الازرق عن المربع الاحمر ايه اللي يحصل؟ هبدا ادخل في المربع الازرق كولومز زياده من الاسود، وابدا اشيل من المربع الازرق كولومز زياده من الجري. فلما اجي اطرح الاحمر من الازرق الاقي ان في عواميد جري كتير اقترح من العواميد السوداء دي، فيبدا الايرور يزيد معايا كل ما ابعد، كل ما اعمل شيفت اكبر. وكذلك في الناحيه الثانيه لو اتحركت بالازرق ده شمال هيبقى حصل العكس. طيب لو جينا نعمل بقى تاني واحده دي اللي هي الجميله دي، تخيلوا بقى ان احنا مش هنمشي يمين وشمال، هنمشي فوق وتحت. فايه اللي يحصل؟ المربع ده هتلاقي نفسك لما تمشي فوق وتحت غالبا بتشوف نفس الحاجه، يعني الايدج اللي واضح هنا ايدج فيرتيكال فبيفرق لما تحرك يمين وشمال، انما لما تحرك على الايدج نفسه الفرق بين المربع الازرق والمربع الاحمر ما بيبقاش كبير زي ما كان من شويه. هتلاقي الايرور بيزيد بس ببطء، لان هو يعني بيشيل رو هو بيطلع الازرق بيطلع لفوق يعني، فبينفض لرو كان شايفه كان نصه اليمين اسود او غامق ونصه الشمال جري، وياخد رو من فوق نصه اليمين برضه تقريبا اسود ونصه الشمال جري. فلما يجي يطرح الارقام بعضها تلاقي الارقام كلها قريبه من بعض كانه ما اتحركش اصلا، وبالتالي بتلاقي الايرور صغير جدا. طب ايه الايرور مش زيرو؟ لان فعلا في اختلاف، يعني هنا في نقطه بيضاء مش موجودة فوق، ففي اختلافات بسيطة يعني في نويز كده في الألوان. لو كان اليمين ده بيور أسود والشمال ده بيور أبيض، لما كان المربع نازل ده يتحرك فوق وتحت كان مش هتلاقي فرق كبير، فكنت تلاقي الايرور ده عبارة عن زيرو يمين زيرو شمال. الكلام ده بنقوله ليه يعني؟ إيه لازمته؟ نشوف دلوقتي. إن أنت فمثلا الصوره دي توضح الدنيا شويه. لو انت واقف على نقطه بالمنظر ده كده واتحركت في اي اتجاه، لما تيجي تعمل السبتراكشن اللي كنا بنعمله من شويه ده هيطلع ايه؟ هيطلع مفيش تغيير في اي اتجاه.
لان الريجن دي تقريبا فلات بيسموها فلات. تمام، لو جيت عند الريجن دي زي ما كنا شايفين من شويه في الديف ايمج دي، لو طلعت لفوق هتلاقي في اختلاف كبير، لو دخلت يمين وشمال هتلاقي في اختلاف، وبالتالي دي مش احسن حاجه. لان لو قلنا مثلا ده هنا في اختلاف جامد لما اتحرك شمال في اليمين والشمال، فقلت يبقى دي نقطه مميزه في الصوره، يعني هعرف الاقيها بعد كده. نفسك ان انت لما تيجي تدور عليها مش هتعرف تماتشها مع اي نقطه هنا، مش عارف بالظبط هي فين. تمام، لما تيجي تعمل ماتشنج هي نفس الكلام، ده كورنر بس هنا قصدي كلام مختلف. هنا ده كورنر، بقى هنا لو اتحركت في اي اتجاه هتلاقي في ديفرنس، وبالتالي عشان كده بيسموا الموضوع كورنر ديفرنس. انت عايز تدور على نقطه فيها ديفرنت ايدج، يعني فيها جريدينت دايركشنز في اتجاهات مختلفه. هنا في جريدينت دايركشن كده، في جريدينت دايركشن كده، في جريدينت دايركشن كده، فبتلاقي الجريدينت دايركشن موجود بكثافه وموجود مختلف عن بعضه. لما تلاقي ريجن فيها الجريدينت دايركشن مختلف قوي عن بعضه، فدي ريجن انترستنج او مميزه، على عكس مثلا دي فيها جريدينت، الجريدينت قوي بس في اتجاه معين بس. فهو هنا بيوضح لك، يعني انت لو لقيت النقطه دي في وسط البتاع الصخره دي وعاوز تماتشها مع حاجه في البتاع ده، مش تبقى عارف هي اتحركت ازاي، يعني هي هنا فين هنا، مش تبقى عارف، لانها كلها لون واحد، فانت مش عارف كل اللون الواحد بيماتش معاك. لو كانت النقطه دي هنا وكونسيدر ان انت بتبص لوكالي هنا، مش شايف حاجه، مش شايف الجسم كله، لا انت بتبص في حته صغيره قوي هنا وشايف النقطه الزرقاء دي على الايدج بتاع البرتقال، شايف ان هي على ايدج بس مش شايف بقيه البتاع البرتقالي، فانت شايف حته صغيره قوي هنا، كانك عامل زوم ان على البتاع الازرق ده. فلقيتها قلت دي نقطه على ايدج، والايدج الدايركشن بتاعه كده، فجيت تماتشها مع لما الاوبجكت اتحرك شويه وبقى هو المكان الاحمر، عايز تماتشها، عايز تماتش النقطه الزرقاء دي مع نقطه هنا، بس انت مش عارف يعني تماتش مع ده وتماتش مع ده وتماتش مع ده، فانت مش واخد بالك، مش عارف تماتش ازاي. انما دي لو انت واقف عند كورنر هتلاقي نفسك عارف النقطه دي هي بالظبط النقطه دي بعد شويه، مفيش امبيجوتي، مفيش مش حيران ولا اي حاجه، انت عارف ان النقطه دي هي النقطه دي بالظبط. تمام، فاحنا الاول ديتكتور موجود في السلايدز عند الدكتور اسمه مورافيك كورنر ديتكتور، طلع سنه 1980 وده قبل هاريس بثلاث سنين تقريبا. والراجل ده كان بيحاول يعمل ايه؟ كان بيحاول يدور على نقطه لو اتحرك في اي دايركشن يلاقي في تشينج كبير قوي في النقطه دي. يعني لو عمل اللي احنا كنا عاملينه من شويه لما هو ده لو اتحرك يمين او شمال او فوق او تحت او يمين لقى التشينج كبير قوي، وبالتالي يبقى هو كده عمل ايه؟ لقى نقطه مميزه. فالراجل ده كان بيعمل ايه؟ كان شغال هو ده نفس اللي احنا كنا قايلينه من شويه، شغال بالمعادله الجميله دي. قال لك انا هبص على المعادله دي، المعادله دي تقول ايه؟ تقول لك ان الايرور عند لما اتحرك يو معينه او في معينه ايكوال سيجما اكس واي على الويندو، الويندو بتاعتي اللي هي الزرقاء والحمراء دي، الاكس بترينج من كذا لكذا والواي بترينج من كذا لكذا، ودي ويندو فانكشن طبعا، يعني كونسيدر ان هي عباره عن واحد بس، كاني بطرح على طول زي ما كنا بنقول، وبطرح الانتنستي لما عملت لها شيفتنج من الانتنستي الاصليه. تمام، هنا في معادله واضحه شويه هنا اهي، مثلا اي اوف يو في، انا واقف عند، انا دلوقتي بلف بالبتاع الحمراء دي عند كل الصوره، في كل حته في الصوره بطبق اللي انا بقوله ده. فانا لو عندي متر، عندي صوره 100 في 100، فانا بطبق اللي انا هقوله دلوقتي حالا ده 100 في 100 مره، عند كل بيكسل بطبقها مره. ايه اللي بطبقه؟ باجي عند اليو الفي واحط واعوض مثلا اليو في ب 0 0، فيبقى انا كده واقف في نفس المكان ما اتحركتش. يو في ب 1 1، فاتحرك خطوه يمين بيكسل يمين وبيكسل فوق، فيبقى المربع الاخضر ده عند بيكسل يمين وبيكسل فوق. طب لو قلت 3 و2، يبقى المربع ده اتحرك يمين 3 مرات وفوق ب 2 بيكسلز، فبقى بالمنظر ده كده. فلما هبدا اطبق المعادله دي واطرح المربع الاخضر للمربع الاحمر هيطلع لي اي اوف 3 و2. تمام، الراجل اسمه مرافق ده عمل حاجه بسيطه، قال لك انا مش هكونسيدر كل اليو والفي اللي موجوده، انا هعمل ايه؟ انا هطبق، هقول اتحرك يمين بيكسل، اتحرك فوق ويمين بيكسل، اتحرك فوق بيكسل، اتحرك شمال واسمه ايه ده؟ وفوق بيكسل. يعني كونسيدرنج الحركه بالاكسس الطبيعيه بتاعتنا، يعني اللي هو اكس يمين وواي فوق. بس مش تفرق، يعني انت كده بتعمل بتطبق نفس الخطوه في الاخر.
فانا بقول لك حرك الويندو يمين مره وفوق ويمين مره وفوق مره بس وشمال وفوق مره، فانت بتتحرك في اربع دايركشنز معينين وثابتين هم دول اللي موجودين. وتعمل ايه عند كل واحد من دول؟ عند ده مره وعند ده مره وعند ده مره وعند ده مره، تعمل ايه؟ هتجرب تعوض المعادله دي. اللي هي ايه المعادله دي؟ ان انا اطرح كل اللي في الاحمر وكل اللي في الازرق واشوف قيمه الايرور عامله ازاي. تمام؟ الكلام ده هعمله كام مره؟ هعمله اربع مرات، يعني هعوض ده مره وده مره وده مره وده مره عند كل بيكسل، فانا كده هيطلع لي اربع قيم. المفروض انا مهتم بايه؟ مهتم بالنقطه اللي تعمل لي ايه في الاربع قيم دول؟ اذا الاقي الاربع قيم بتوعها كبار، يعني انا عايز نقطه لما اتحرك في اي دايركشن الاقي الايرور كبير. وبالتالي لما اخلص الاوبريشنز دي واحسبها هعمل ايه؟ هقوم جايب المينيموم بتاعهم كلهم اللي هيطلع اربع دول. وبالتالي المينيموم ده هيعبر لي عن ايه؟ لو المينيموم طلع كبير اصلا، يعني لو المينيموم بتاعهم طلع مليون، معناها انا اتحركت في ثلاث دايركشنز التانيين هطلع رقم اكبر من مليون، وبالتالي انا ايه؟ النقطه دي عندي ايرور فيها فظيع. فانا بهتم بالمينيموم ايه اللي بيحصل نتيجه الديسبليسمنتس دي. فلما اعمل الاربعه ديسبليسمنت دي اتحرك في اربعه دايركشنز مختلفين، وبالتالي بيبقى عندي اربعه اي مختلفين. لما اجيب المينيموم يبقى انا جبت الاقل ايرور حصل لما اتحركت. طيب يبقى انا كده هيبقى عندي خلال الايمج كلها عباره عن ايه؟ هيبقى عندي ايمج ثانيه اسمها اي عند كل بيكسل، عند البيكسل اللي 50 و0 مكتوب فيها المينيمم ايرور اللي حصل لما عوضت بيو في ب1 و0 و1 و1 و0 و1 ونيجاتيف 1 و1. وبالتالي انا كده بقى عندي ايمج شبه الايمج الاصليه بالظبط، كل بيكسل فيها فيها اقل ايرور حصل لما اتحركت بالويندو دي يمين وشمال. فمثلا لو انا هطبق الكلام ده في الصوره دي، لان انا هاجي هنا مثلا، انا خلي بالك الكلام ده كله في صوره واحده مش في صورتين، انا شغال في نفس الصوره. هاجي هنا على الويندو اللي في الحته دي واجي اعمل شيفت يمين، يمين وفوق وشمال وفوق واسمه ايه ده؟ وفوق بس اربع شيفتات، واطرح واشوف هلاقي ان الحته دي كلها زرقاء. فكل الشيفتات ما عملتش ايرور كبير لان الاختلاف مش كبير، وبالتالي الاقي المينيمم بتاع الايرور رقم مثلا قريب من الزيرو. انما لو جيت في حته زي دي كده، حته زي يقول لك بلاش حته فيها ايدج واضح، بس لو جيت هنا هلاقي ان انا واقف في ملتقى تو ايدجز، اتحركت يمين الايرور هيبقى كبير، اتحركت فوق الايرور هيبقى كبير، اتحركت يمين فوق الايرور هيبقى كبير، اتحركت شمال فوق الايرور هيبقى كبير. وبالتالي المينيمم بتاع الاربعه ديسبليسمنتس اللي عاملهم هيبقى كبير برضه. وبالتالي هيبقى بالنسبه لي النقطه دي تطلع ايه؟ كورنر. بغض النظر هي مش طالعه كورنر دلوقتي، بس مش فارقه، هو شايف ان النقطه دي الايرور اللي حصل فيها اكبر من النقطه دي. فعادي يعني الموضوع ماثماتكس بيبقى الحسابات تانية. ماثماتيك بيبقى مختلف شويه. تمام؟ فهو ده اللي المرافق ده عمله. هل الكلام ده ظريف؟ اه ظريف. ليه؟ لان هو بيطلع فعلا نقطه لما تتحرك حواليها باي طريقه بتطلع ايرور كبير. تمام؟ بس هارس طلع شويه مشاكل في المرافق ديتكتور. قال لك ايه؟ قال لك اولا ده نويز ريسبونس ديو تو ذا باينري ويندو فانكشن، بمعنى ان انا الاوميجا اوف اكس واي دي كلها واحده، بمعنى ان انا بعامل كل البكسلز اللي في الازرق بنفس الويت، كل بكسل واحد في نفس الويت، مع اني مركز عند بكسل معين، انا مركز عند سنتر المربع الاحمر بتشيك البكسل دي. يبقى ليه عامل البكسل البعيده جدا اللي هي فوق على الشمال دي بنفس الويت بتاع معامله البكسل اللي في النص؟ فبيقول لك ان انت لما بتعمل كده كانك لما تتحرك بالاحمر ده يمين فوق شويه هتلاقي نفسك حساباتك كلها شبه الحسابات اللي كنت بتعملها من شويه، لان انت بتطبق الويندو كونستنت اكروس الفلتر كله، يعني بتضرب كل البيكسلز في نفس الرقم في الاخر. فانت ما عملتش ويت للي انت مركز في السنتر بتاعه قد اكبر من اللي بعيد عنك، من البعيد عن السنتر، وبالتالي دي مشكله. فاقول لك ان انت عندك نويزي ريسبونس ديو تو ا باينري ويندو فانكشن، وبالتالي ممكن يطلع لك في مكان في نقطه مميزه كذا نقطه، لان انت مش بتركز في السنتر بتاع الفلتر بتاعك، انت بتدي كل النقط اللي جوه الفلتر نفس الكونتريبيوشن، وبالتالي ممكن لما تتحرك يمين شمال فوق تحت وكده تلاقي الريسبونس بتاع الايرور فانكشن دي هو هو. وانت كده ما عملتش لوكاليزيشن للنقطه، انت كده ممكن النقطه تطلع في مكان تاني. تمام؟ تاني نقطه هو شايفها ان هو بيقول لك انت بتكونسيدر ليه اشمعنى اخترت مثلا 0 1 1 و 0 1 1 نيجاتيف 1 اشمعنى اخترت الزوايا دي، يعني اشمعنى اخترت الدايركشنز دي؟ بيقول لك انت هنا محكوم بشفتات صغيره قوي. ليه محكوم بالشفتات دي يعني؟
ودايركشنز معينه. ليه افرض مثلا عند 35 كان البتاع اكبر، او كان عند مثلا لو انا اتحركت لتحت كان هيبقى الموضوع كبير مثلا يعني. فهو شايف ان كان ممكن يبقى احسن لو انا بكونسيدر كل الدايركشنز اللي ممكن اتحرك فيها. خلي بالك انت هنا بتقول ان انت غالبا هتشوف ايدجز 45 135 وهكذا، انت مفترض ان الايدجز في دايركشن معين، فانت لما تتحرك في الدايركشن العمودي عليها هيبقى 45 90 135 وهكذا. افرض الايدجز كانت مثلا عند زاويه 25 مثلا، انت محتاج تتحرك عمودي على ال 25 دي، فانت محتاج تتعامل مع الشيفتس بشكل مور فليكسبل، محتاج تتحرك في كل الاماكن عشان تتذكر فعلا. انت ممكن هنا تمس نقطه فيها تشينج رهيب لما تتحرك حواليها، بس انت بتتحرك في الدايركشن الغلط فمش واخد بالك. تالت عيب في المرافق ده ان الاي المينيمم بتاعها بس هو اللي بناخده انتو كونسيدريشن. هو يعني اللي جاي هيبقى بيعامل الايرور كشيب فانكشن يعني. انا بصراحه مش متخيل قوي ايه المشكله في موضوع المينيمم بتاع الاي ده. هو لوجيكالي ينفع يعني ان انا باخد اقل ايرور معين، اقل ايرور شايفه، وده يبقى المقياس بتاعي على قد ايه النقطه، قد ايه الرقم اللي انا فيه ده، النقطه اللي انا واقف عليها دي لما بتحرك حواليها بقى الايرور بيبقى كبير يعني. فمش عارف انتويشن بيهايند اخر مشكله دي. بس هو في الهارس بيعمل حاجه مختلفه تماما. فهو بيقول لك هارس كورن بروتكشن ده، قال لك ايه، انا حليت المشكله دي كلها يا جماعه، انا خلاص كل الحاجات دي هنحلها. هنحلها ازاي بقى؟ قال لك الويندو فانكشن اللي كانت من شويه كونستنت اكروس الفلتر كله بقت جاوسيه. بدل يعني لما عشان نبقى فاهمين، بس لما جت راح النقطه اللي في النص دي، النقطه اللي في النص اللي هو لما تبقى الاكس واي ب 0 0، فانا واقف في نص الفلتر، فالاقي ان اي اكس بلس اليوب الموفمنت بتاعتي اللي هي يمين وتحت، جبت الانتنستي بتاعت النقطه دي، واي بلس بي اللي هو هنزل تحت برضه على الواي اللي هي في السنتر دي، جبت النقطه دي، ناقص اي اوف اكس واي اللي هي النقطه دي، جبت الفرق بينهم وعملت له سكويرنج. بس بدل ما اضربه في واحد اللي هو كونستنت اكروس الفلتر كله، هضربه في جاوس يعني. فلو انا عارف في النص اضربه في قمه الجاوس، لو انا على الطرف اضربه في الكونتريبيوشن بتاع الجاوس اللي هو قليل شويه. ايه الفايده من حاجه زي كده؟ انا خليت بقيت عند كل بيكسل مركز قوي مع الديفرنس اللي بيحصل في المركز بتاعها عن اللي بيحصل بعيد عن المركز بتاعها. وبالتالي كده انا خليت الموضوع يبقى ما فيهوش نويز ريسبونس، ما بقتش الريسبونس ما بقاش نويز، لاني بقيت مركز في حته معينه. لما بتحرك بخلي الكونتريبيوشن بالحته اللي قبلي اقل. فكده ده بيساعد على اللوكاليزيشن شويه. فيبقى الاوميجا اوف اكس واي دي اللي هي موجوده هنا. طيب تاني نقطه اللي هي انا بكونسيدر سيت اوف شيفتس، بعوض بيو معينه وفي معينه زي ما كان موجود هنا من شويه. عوضت بيو ب 3 و 2، عوضت بيو ب 0 و 1. فهو هنا قال لك لا مش هعمل كده. قال لك انا هعمل حاجه ثانيه خالص. قال لي مش المعادله اهي اي اوف اكس بلس يو واي بلس في ماينس اي اف. قال لك انا هعتبر الترم ده اف يعني مثلا دي اف اوف اكس ودي اف اوف اكس بلس اتش. هعرف اجيب اف اوف اكس بلس اتش ب اف اوف اكس. في تيلر اكسبانشن. تيلر سيريز ان انت عندك لو عندك اي فانكشن اف اكس بلس يو واي بلس في، هي عباره عن فانكشن اللي هي مش عملنا شيفتنج بلس اليو اللي هو الديستنس اللي عملت لها اللي اتحركتها في اتجاه الاكس، مضروبه في الدريفيتيف بتاع الفانكشن في اتجاه الاكس زائد في الدريفيتيف بتاع الفانكشن في اتجاه الواي. كانه بيقول ان انا عندي معدل تغير لما اتحرك يمين وفوق، فلما اتحرك يمين يونت بزيد بالجريدينت، لما اتحرك فوق يونت بزيد بالجريدينت في اتجاه الواي، وبالتالي بزود الجريدينت مضروب في الديستنس اللي اتحركتها. ف f اوف اكس بلس يو واي بلس في هنساويها بالفيرست بارشال ديريفيتيف يعني، هنعمل فيرست اوردر ابروكسيميشن للبتاع دي، وبما اني اصلا الفلتر بتاعي صغير فده يعتبر فاليد ابروكسيميشن يعني، ان انا ما بتحركش اليو والفي صغيرين مش كبار قوي. وبالتالي مش محتاج ادخل في حته السكند ديريفيتيف والكلام الكبير ده. فهنا الفيرست اوردر ديريفيتيف هنعتبر ان الترم ده عباره عن اف اوف اكس واي زائد يو في اف اوف اكس في اتجاه اكس بتاع اكس واي وفي في الكرنت بتاع اتجاه الواي. هنعوض نرجع نعوض في المعادله دي هيطلع ايه؟ يطلع عن ايرور اوف يو في تقريبا، احنا عملنا تيلر اكسبشن ابروكسيميشن فيرست اوردر. هنعوض عن الترم اللي كان هنا ده باي اوف اكس واي بلس يو في اي اكس بلس في اي واي. ايه اي اكس ده؟ الجريدينت في اتجاه الاكس، احنا كنا بنجيبه بصوب الاوبريتور والبريوت اوبريتور قبل كده.
في اي واي نفس الكلام، بس هنا احنا مش هنعوض بيو في على عكس جرافيك. جرافيك كان بيعوض ب 0 1 1 0 1 1 وهكذا. هنا احنا هنسيب اليو في كده مجهولين مش عارفين هم جايين، ونكمل حل المعادله. فاي اكس واي هيطول مع اكس واي هيبقى لك ايه؟ يو اي اكس بلس في اي واي. انت عندك الترم ده سكوير والستيجما اوف اوميجا اكس واي موجوده هنا. فلو فكيت الترم ده بشكل ماتريسيز هتلاقي الترم ده ممكن تشكله كده يو في في اي اكس سكوير اي اكس واي اي اكس واي اي واي واي يو في. لو فكيت الترم ده كده هتلاقيه يطلع لك ترم في الاخر مش هيطلع لك ماتريكس. لو ضربت ده في ده ده في ده يطلع لك ايه؟ 1 في 2 في 2 في 2 يطلع لك ماتريكس 1 في 2. بعد كده 1 في 2 في 2 في 1 يطلع لك ترم 1. وبالتالي ارجع للاصل بتاعي من بعد شويه. يبقى في الاخر الفانكشن دي بتعبر عن ايه؟ في يو في دي بتعبر عن الايرور لما تحط لك يو في معينه، بس انا ما عوضتش، انا جبتها كفانكشن في اليو والفي. وفانكشن في ايه؟ في الجريدينت. بس الجريدينت معروف، انا ممكن اجيب الجريدينت بتاع الفانكشن عادي، بس الجريدينت ده عند الاكس واي دي. هو هنا عمل لهم اجنورنج يعني، بس انا بتكلم هنا عن الاي في اكس واي. فانا بجيب الجريدنت على الايمج وبطبقه بعوض بالجريدنت ده في كل اكس واي مختلف. ف بس الميزه في البتاع ده ان انا بقى عندي اي اوف يو في كفانكشن في اليو والبي. المعادله دي عباره عن ايه؟ المعادله دي ايه؟ المعادله دي بقى شكلها عامل ازاي في الاخر؟ سيجما اوف اوميجا اكس واي دي جاوسيان هيتضرب، هو عباره عن جاوسيان شويه كونستنتس تتضرب في في الكلام ده يفن اكس واي معينين. ويبقى لي اليو مش هبقى عارفها. طيب اليو والفي دول لما تعمل سكويرنج وتفك الكلام ده كله يطلع عامل ازاي؟ هيطلع يعني انت لما الاي اكس والاي واي لما تقعد تفك الكلام ده كله، الكلام ده يطلع في الاخر كونستنت مضروبه في يو سكوير زائد كونستنت مضروب في في سكوير زائد كونستنت مضروب في يو في في زائد كونستنت مضروب في اليو زائد كونستنت مضروب في في. دي كده معادله اليبس. خلي بالك الكلام ده كله بوستف معمول له سكويرنج. ففي الاخر هتلاقي معامل الاي اكس اليو سكوير ومعامل الفي سكوير دايما هيكونوا بوزيتيف، لان الجاوس هيكون بوزيتيف والاي اكس سواء نيجاتيف او بوزيتيف لما تعمل لها سكويرنج هتبقى بوزيتيف. وبالتالي معامل اليو سكوير ومعامل الفي سكوير عامله ازاي؟ بوزيتيف. وبالتالي لما تيجي تجمع معادلة في الاخر معادله اليبس، لما تيجي تعوض بيو في معينين هتعوض بالكلام ده كانك بتعوض في اليبس. وتجيب هو قيمه الاي اوف يو في بكام عند كل يو في مختلف. هنا في ابروكسيميشن بيحصل ان هو لما يكون اليو والفي دول صغيرين ممكن يدخل السيجما جوه، يعني ممكن يقول ان اي اوف يو في بتساوي يو في مضروبه في السيجما مضروبه في الماتريكس مضروبه في يو في. فهو هنا قال لك ابروكسيميتلي فور سمول شيفتس وي هاف ا باي لينير ابروكسيميشن. ما اعرفش الموضوع ده ما ذاكرتش الرياضه بتاعته يعني، بس يعني هنفترض ان هو فاليد يعني مش مهم عشان الامتحان. اي اوف يو في ايكوال يو في مضروبه في الام ماتريكس مضروبه في يو في. الام ماتريكس عباره عن ايه؟ سيجما الاوميجا اللي هو الويندو فانكشن مضروبه في الماتريكس الكبيره بتاعتنا دي. تمام؟ الكلام ده لما بيحصل لما بنفك الكلام ده بيطلع ايه في الاخر؟ سيجما اي اكس سكوير اي اكس واي اي اكس واي اي واي سكوير مضروبه في جاوسيان بره. فكاني بعمل ايه في الصوره الاصليه عند كل ويندو زي دي كده؟ بجيب الاي الجرين في اتجاه الاكس الجرين في اتجاه الواي واعمل ايه؟ واضرب الجرين في اتجاه الاكس في جاوسيان واضرب الجرين في اتجاه الواي في جاوسيان المركز بتاعه في النص هنا واعمل ايه؟ اجمع الاي اكس سكوير اي اكس سكويرد اكروس البتاع ده كله والاي واي سكويرد اكروس البتاع ده والاي اكس والاي واي. فيطلع لي كام قيمه؟ اربع قيم مختلفه او ثلاث قيم مختلفه قوي. الاي اكس سكويرد مضروبه في الجاوسيان، الاي واي سكويرد مضروبه في الجاوسيان متجمعه، الاي اكس واي مضروبه في الجاوسيان متجمعه. فيطلع لي الام في الاخر دي تبقى عباره عن ماتريكس فيها اربع ارقام. نكمل. معلش يا شباب انا يعني وقفت الفيديو من شويه فمش فاكر بالظبط انا كنت واقف بتكلم في ايه، فممكن تلاقوا التكمله مش كونسيستنت مع اخر كلام. دلوقتي الماتريكس دي اللي كنا واقفين عليها، الماتريكس دي هي عباره عن زي ما قلنا ويندو مضروبه في الاي اكس سكوير والاي واي سكوير والاي اكس واي اي اكس واي. الماتريكس دي هل فيها معلومه؟ الماتريكس دي اولا نعرف نحسبها لان ده الجريدنت اتجاه الاكس والجريدنت اتجاه الواي وده الجريدنت اتجاه الاكس مضروب في اتجاه الواي. فالماتريكس دي نعرف نحسبها بالصوت الاوبريتور والبريت بسهوله جدا. فدي الام ماتريكس. لو جينا نبص على ايه اللي بيحصل الرقم ده هيبقى ايه؟ هو في الاخر الماتريكس دي تتجمع على الويندو كلها فيطلع رقم في الاي اكس سكوير ورقم في الاي اكس واي ورقم في الاي واي سكوير. لو جينا نبص على البتاع دي كده هتلاقي لو انت عندك الريجن دي، الريجن دي لو جيت عند كل نقطه جبت الاي اكس بتاعتها والاي واي بتاعتها هتلاقي في الاغلب الجريدنت صغير في الاكس وفي الواي. فلو جيت تمثل كل نقطه باكس بالاي اكس في الاي واي يعني لو
بالشكل ده عباره عن اي اكس في اتجاه الاكس واي واي في اتجاه الواي، هتلاقي كل نقطه من دي بتتمثل بنقطه قريبه من السنتر، لان القيمه بتاعت الجريدينت بتاعها قليل قوي. فلو جيت عند النقط دي قعدت تجيب اي اكس سكوير وتجمع، كانك بتجيب الفارينس في اتجاه الاكس ده، فتلاقيه قليل جدا لان هم قريبين كلهم من بعض. واي اكس واي 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 برضه نفس الكلام، هتلاقيها قليله في هتلاقيها قليله، واي اكس واي هتلاقيها زيرو تقريبا لان انت عندك جريدينت في كل الاماكن. لو جيت هنا وبالتالي عشان بس نبقى واخدين بالنا، لو جينا نقارن الشكل ده لما تكون فلات ريجن هيطلع اي اكس سكوير صغير جدا، اي واي سكوير صغير جدا، اي اكس واي بزيرو تقريبا، اي اكس واي بزيرو تقريبا، فالماتش دي يطلع الدايجونال بتاعتها قليله ودولت اصفار. طب تعالى هنا ايدج بس يعني الايدج في اتجاه واحد، فالاي اكس سكوير هتطلع نسبيا كبيره، والاي واي سكوير تطلع كبيره برضو، والاي اكس واي تطلع كبيره. تمام؟ يبقى انا عندي الحاله الثانيه ان دي هتبقى نسبيا شويه كبيره، ودي كبيره، ودي كبيره، ودي كبيره. اكشولي المنظر ده بيندكيت لما يبقى ده كبير وده كبير وده كبير وده كبير، في الاخر لما تيجي تلخص المعادله دي وتطلع هو في ايه، هتلاقي ان في الاخر ايدج واحد بس. يعني هنشوف بعد كده في الماثماتكس لما ناخد المعادله دي ونمشي بيها شويه قدام، هتلاقي ان في الاخر يطلع ان الموضوع ده ايدج واحد. هنا هتلاقي ان هنا في اي اكس سكوير تطلع كبيره جدا لان الجريدينت متوزع، واي واي سكوير تطلع كبيره، اي اكس واي بقى هتلاقي فيها مره قيم بالنيجاتيف ومره قيم بالبوزيتيف، هتلاقي قيمتها قليله. صح؟ هتلاقي انت تيجي هنا تقول ده هنا في تو دوميننت جريدينت دايركشنز، في ده وده. هتلاقي هنا لما تيجي عند كل نقطه تيجي تحسب هتلاقي ان الشويه دولت بيدوك النقط دي والشويه دولت بيدوك النقط دي. تمام؟ فالنقط دي لما تيجي تجيب اي اكس سكوير بتجيب كل نقطه تشوف الفرق بينها وبين السنتر وتسكور، فكل ما النقطه بعيد عن السنتر كل ما اي اكس سكوير تكون كبيره. فالاي اكس سكوير تطلع كبيره، الاي واي سكوير تطلع كبيره، الاي اكس تطلع قليله، لان انت هنا تضرب 3 في 4 مثلا، وبعد كده تضرب نيجاتيف 3 في 4 وتجمع الاثنين على بعض فيطلع 12 ونيجاتيف 12 فيطير مع بعض، فتلاقي ان الشويه دولت مع الشويه دولت بيطيروا اي اكس واي، هتلاقيها دايما قليله. فتلاقي ان اخر كيس اللي هي الكورنر هتلاقي فيها ده كبير ده كبير ده قليل. تمام؟ فده يديك انديكيشن بايه؟ ان لو ده كبير قوي وده كبير قوي ودول صغيرين، ده يبقى كده احنا بنتكلم في كورنر. لو كلهم نسبيا كبار احنا هنغير الرول دي شويه بس لما نخش في الماثماتكس شويه. تمام؟ فبس مهم الناس تبقى متخيله ان الام ماتريكس بتحاول تجمع الاي اكس سكوير والاي اكس سكوير والاي اكس واي ممثله في الكيرف الجميل ده. تمام؟ لو جينا نبص على المعادله الجميله دي، تقولي بتنقل في شويه فيديوهات بس نسبيا بتلخص لكم الدنيا يعني. لو جينا نبص على المعادله دي هتلاقي يو في مضروبه في الام ماتريكس مضروبه في يو في، لو افترضنا ان الاوميجا في اكس واي دي بول كلها واحده ما فيهاش مش جوز يعني، فتلاقي يو في مضروبه في اي اكس سكوير مضروبه في يو في مضروبه في الماتريكس دي مضروبه في يو في. فلما تيجي تضرب الماتريكس دول في بعض يطلع لك حاجه بالمنظر ده، اي اكس سكوير مضروبه في يو سكوير، اي اكس اي واي مضروبه في يو في، اي واي سكوير مضروبه في في سكوير. تمام؟ هنفترض لثانية ان الجريدينت كلها يا اما في اتجاه الاكس يا اما في اتجاه الواي. لو عملنا كده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان المعادلة دي عبارة عن ايه؟ اي اكس سكوير في يو سكوير، اي واي سكوير في في سكوير. ايكوال رقم معين. تمام؟ الرقم ده مش موجود، المفروض الكلام ده بيساوي ايه؟ لو جينا نرجع للمعادلة اي اوف يو في. ده الاي اوف يو في هتساوي اي اكس سكوير في اليو زي الاي واي سكوير في الفي سكوير. طب هل في هستفيد ايه لما اسوي الموضوع ده؟ انا بدرس شيب الاي دي، الاي دي فانكشن في اليو والفي، انا عايز اشوف شكلها هيبقى عامل ازاي، على امل ان انا من شكلها ده اعرف اديتكت الكورنرز. فالمفروض ان احنا لو قلنا نثبت الكي، يعني لو قلنا نثبت الكي نشوف شكل الكيرف بيبقى عامل ازاي عند الكيز المختلفه. تمام؟ هتلاقي ان انت عندك طلعت لك معادله دايره، فكل ما الكي تعلى كل ما الدايره توسع شويه، فدي الدوائر اللي بتمثل الشكل ده، السيرفس ده هو الاي. لما بثبت الكي بجيب ايه؟ هوريزونتال سلايس من السلايسز دي. فالمعادله اللي طالعه لي في الاخر هي معادله دايره او اليبس. الدايره دي ابعادها عامله ازاي؟ يو سكوير في اي اكس سكوير، في سكوير في اي واي سكوير. تمام؟ لو جينا لو احنا افترضنا ان اي اكس سكوير اي اكس واي بس 4، فهتلاقي ان الماتريكس دي بقت في الاخر لامدا 1 لامدا 2، اي اكس سكوير مجموعه هي لامدا 1، اي واي سكوير مجموعه هي لامدا 2. تمام؟ دول ايجن فاليوز. لامدا 1 لامدا 2 دول هيبقوا في المعادله دي فين؟ هيبقى لامدا 1
يو سكوير زائد لامدا 2 في في سكوير ايكوال 1 ايكوال 1 مثلا، تمام؟ ساعتها الاليبس يبقى شكله عامل ازاي؟ لو جيت تتخيله هتلاقي الاليبس عامل كده. الاليبس ده حاجه كده. في اتجاه اللامدا 1 الطول بتاع الاكسس بتاعك مرتبط باللامدا دي، ليه؟ لان انت عندك اهو زي ما قلنا لامدا في يو سكوير زائد لامدا في سكوير ايكوال رقم. لو افترضنا ان واحد فيهم بصفار وافترضنا ان الاليبس هوريزونتال، لو قلت الفي بزيرو هيبقى عندك يو سكوير مضروبه في لامدا 1 ايكوال 1، فيبقى اليو بكام؟ بواحد على لامدا، واخد خدت الجذر فهي واحد على جذر لامدا. وفي سكوير نفس الكلام، لو صفرت اليو سكوير هيبقى الفي سكوير ايكوال واحد على لامدا 2 تحت الجذر. فتلاقي ان الطول ده لامدا مينيموم، لامدا مينيموم ولامدا ماكسيموم. تمام؟ ليه اللامدا الماكسيموم صغير واللامدا مينيموم كبير كده؟ طبيعي، لان الكيرف ده المفروض بيوصف ايه؟ هنشوف في حاجه بتتوصف هنا. هنا الايرور ده بيوصف ايه؟ بيوصف القطع اللي احنا عملناه هنا. المفروض ان دي ايرور فانكشن، فلما يبقى في لامدا كبيره هتبقى اللامدا دي مرتبطه بالجريدينت الضخم، صح؟ امتى تبقى اللامدا دي كبيره؟ الرقم ده يبقى كبير امتى؟ قلنا لما يكون اي اكس سكوير كبير قوي، معناها ان في جريدينت قوي في الاتجاه ده. لما يكون في جريدينت قوي في الاتجاه ده معناها ايه؟ ان الايرور في الاتجاه اللامدا الكبيره بيكبر بسرعه، وبالتالي ما بحتاجش امشي كتير بعيد عن السنتر عشان الاقيه وصل للمستوى بتاعي ده، على عكس الواي مينيمم اللي هي قليله، محتاج امشي بيه كتير قوي عشان اوصل للليفل بتاع الايرور اللي عنده الايرور كونستنت ده، عشان الجريدينت في الدايركشن ده ضعيف اصلا، فبحتاج امشي كتير عشان الاقي ديفرنس قوي، على عكس الجريدينت القوي محتاج امشي قليل عشان الاقي ديفرنس قوي، معلش انا قصدي هنا ديفرنس مش جريدينت، هنا محتاج امشي قليل في الجريدينت القوي ده عشان الاقي ديفرنس تبقى قوي، لان انا بقول لك مثلا لو مشيت في الاتجاه ده هتقل 20 في المشيه الواحده، فانت مشيت شويه وقليل بقيت 80، لان انا قلت لك في الاتجاه ده الجريدينت ضعيف، فانت لما تمشي كده الديفرنس هيقل 5، فانت محتاج تمشي 8 خطوات عشان تعوض نفس الخطوات اللي كده، تمام؟ او اكتر من 8 خطوات مش حاسب البتاع الماثيماتيكي اللي صح يعني. بس فالخلاصه ان انا لو جبت لامدا 1 ولامدا 2 اعرف من القيم بتاعتهم احكم على النقطه اللي انا جبتها دي فيها كورنر ولا لا، تمام؟ فده اللي هعمله هنا، ان انا في الاخر الام ماتريكس دي احنا افترضنا افتراض من شويه، قلنا ان احنا نفترض ان اي اكس واي واي اكس واي دي بصفار، وبالتالي البقالي هنا هو اللامدا اللي بحكي عليها. طب لو ما كانوش بصفار هنعمل دايجونالايزيشن للماتريكس بالطريقه دي. احنا اي ماتريكس عندنا افتكروا ايجن فاليوز والايجن فيكتور، ايه في الفي، ايه دي الماتريكس اللي انا بتكلم عليها في الفي اللي هي الايجن فيكتورز ايكوال لامدا في الفي، تمام؟ فانا عشان اجيب اللامدا هعمل موضوع الايجن فيكتور والايجن فاليوز، بس ممكن نعملها بالطريقه دي، يعني هو هتفترض ان في الاخر لما تخلص الليله دي هيبقى عندك ام في اكس ايكوال اللامدا في اكس، فلو عملت اكس انفرس فيبقى الام ايكوال اكس انفرس ماينس اكس باور ماينس 1 في اللامدا في الاكس، يعني جبنا بس كان هنا ام في في، كان اي في ايكوال لامدا في في، شيل اللي في حط اكس بقت ام في اكس ايكوال لامدا في اكس، وادي الاكس ماينس 1 الناحيه الثانيه خلاص بقت المعادله بالمنظر ده كده، تمام؟ الاكس هنا بتمثل الايجن فيكتورز، لان الايجن فيكتورز بتقول اتجاه ميلان الاليبس، الايجن فاليوز بتقول مدى الاليبس الطول بتاع الدياجونال الاليمنتس بتاعته قد ايه، تمام؟ قصدي الطول بتاع الاكسس بتاعته عامله ازاي؟ الميجر اكسس ده الماينر اكسس، فالميجر اكسس بيبقى مرتبط دايما باللمدة الصغيره، والماينر اكسس بيبقى مرتبط باللمدة الكبيره، تمام؟ طيب الكلام ده احنا مش هندخل فيه في الرياضه في الحل، يعني مش هتخش تتكلم في التفاصيل دي وانت بتحل حاجه، انت بس محتاج تبقى بس تفهم اللي انا بقوله ده. فلما ندخل في الكلام ده تمام، فانت كده جبت الام، فالام اللامدا 1 لامدا 2 بدات تديك شكل الايرور فانكشن عند النقطه دي. فمثلا هنا واحد وواحد معناها ان ايه، ان في كل الاتجاهات تبقى اللي بنفس الطريقه، فكلها ده 4 1 الاربعه ده اللي هو اللامدا ده هيبقى مرتبط بده بالدايركشن ده، لان 4 لامدا كبيره يبقى الدايركشن بتاعها الايرور بيزيد فيه بسرعه، اللي هو الدايركشن العمودي ده، تمام؟ والدايركشن ده لا الايرور بيزيد فيه قليل، فبالتالي الاليبس تلاقيه مايل ناحيه اللي بيزيد فيه قليل، لان هو محتاج يبقى طويل في الناحيه دي عشان يخلي الايرور فانكشن تمشي كتير عشان يوصل نفس الارتفاع، تمام؟ هنا بدا يخلي، يعني هنا كانت الاي اكس الام ماتريكس كان فيها الاي اكس واي مجموعين بصفار، فعشان كده
الـ Earth كانت horizontally aligned. هنا بدأت يبقى الموضوع مختلف شوية، بدأ يبقى فيه IXY squared ليها رقم، IY squared ليها رقم، IX IY ليهم رقم. فمحتاج أعمل diagonalization عشان أجيب الـ vectors اللي هي بتقول لي الـ alignment بتاع الـ ellipse عامل إزاي. فهيدي الـ vector ده والفيكتور ده، الفيكتور ده والفيكتور هما نفس الـ vectors دول، تمام؟ فدول اسمهم الـ eigen vectors، هما بيدوني اتجاهات الـ axis. واحد وأربعة دول بيدوني قد إيه كل axis الـ ellipse فيه شكله عامل إزاي. يعني هنا ده الأربعة وده الواحد، تمام؟ هنا بقى لما واحد من الايجن فيكتورز بقى ب 10، التاني الطريق ده مش هيجي كتير جدا عشان اوصل للشكل بتاعه. انا الناحيه التانيه بدا يقرب، اللي هي ال 10 دي بدات قريبه جدا، تمام. هنا لو اللمضه دي بزيرو معناها ان مفيش، ما كانش فيه اصلا جريدنت خالص. مش اللمضه دي هي عباره عن سيجما الاي سكويرد وبتاع، لو كان السيجما الاي سكويرد دي بزيرو في الدايركشن بتاع الايجن فيكتور ده، كنت هتلاقي اللامدا مينيمم اللي هي واحد على زيرو تحت الجذر، كنت هتلاقي الرقم ده الرقم ده كبير جدا، واحد على زيرو انفينيتي. فيبقى انا محتاج امشي انفينيتي ناحيه اللامدا الصغيره عشان الكيرف ده يتعمل، تمام. طيب نطلع من الكلام ده بايه بقى؟ ايه الفايده من الكلام ده كله؟ ان انا في الاخر الماتريكس اللي طلعت لنا من شويه دي، الام ماتريكس اللي هي دي، اعرف من خلالها احسب الايجن فيكتورز اللي من خلالهم اعرف الموضوع كله ولا لا. بس انا مش هضطر احسب الايجن فيكتورز ليه؟ لان في رول ظريفه هي دي ده الطريقه اللي هعرف بيها ان كورن ولا لا. لو لامدا 1 ولامدا 2 كبار انا الاي بت انكريز في كل الدايركشنز. طب لو لامدا 2 اكبر بكتير من لامدا 1 معناها ان انا هوريزونتال ايدج. ليه؟ لان لامدا 2 بتمثل الاي واي سكويرد ناحيه الاي واي ناحيه الجريدنت الثاني. فلو ال اسمه ايه ده؟ لامدا 2 كبيره قوي بالنسبه للامدا 1 هيبقى معناها ان الاي واي سكويرد كانت كبيره قوي، فالجريدنت اتجاه واي كان كبير. والعكس لو لامدا 1 اكبر من لامدا 2 فيبقى الجريدنت اتجاه اكس كان كبير، فيبقى فيرتيكال ايدج. بس الكلام ده هوريزونتال ايدج وفيرتيكال ايدج ريلاتيف للايجن فيكتورز. فهنا ما هو مفترض الايجن فيكتورز اكس وواي هم الهوريزونتال والفيرتيكال، انما ممكن يكونوا لافين. فساعتها لما تبقى لامدا 2 اكبر من لامدا 1 يبقى معناها ان الايدج في اتجاه الايجن فيكتور بتاع لامدا 2، ولامدا 1 اكبر من لامدا 2 يبقى الفيكتور منعكس يعني. بس هو فكره بقى في الامتحان، لو لامدا 2 اكبر من لامدا 1 يبقى ده هورزونتال ايدج، لو لامدا 1 اكبر من لامدا 2 يبقى ده فيرتيكال ايدج. وادي دي الحته لو لامدا 1 ولامدا 2 كلهم صغيرين زي اللي قلنا عليه امتى يحصل؟ يحصل في الحاله دي لو الاي اكس كلها صغيره، فاي اكس سكوير كلها صغيره واي واي كلها صغيره، فتلاقي لامدا 1 ولامدا 2 صغيرين واي اكس واي بصفر. فده الحته دي. طيب لامدا 1 اكبر من لو لامدا 2 ولامدا 1 كبار والاثنين ريلاتيفلي قد بعض، يبقى انا كده الاي بت انكريز فور دايركشن، فانا كده يعتبر كورنر. وهعمل الكلام ده ازاي؟ ازاي اعرف انا كورنر ولا لا؟ الار اهي. عشان هنا بيقول لك اعرف ازاي ان انا في انهي ريجن من دي؟ احسب الار ده. الار ده بيقول لك احسب لامدا 1 ولامدا 2 ناقص الكي في لامدا 1 زائد لامدا 2 كله سكوير. ده الار. في حاجه ظريفه بتقول ان انا من غير ما احسب الايجن فيكتورز، يعني بمجرد ما اجيب الماتريكس اللي هي دي الام دي اللي هي الماتريكس الجميله دي اللي هي لسه ما حطيتش فيها الايجن فيكتورز اللي ممكن يبقى الاوف دايجونال اليمنتس مش بسفار، ممكن اعمل كده الديترمنت بتاعت الماتريكس اللي هي اللي حطيتها دي هو اصلا ايكوال لامدا 1 لامدا 2، والتريس بتاع الماتريكس بيساوي مجموعه لامدا 1 لامدا 2. فالمعادله دي ممكن اجيبها من الام ماتريكس مباشره، اقول ان الار ايكوال الترم بتاع الام ناقص الكي في التريس بتاع الام سكوير، تمام؟ من غير ما احسب اللامدا 1 لامدا 2 والكلام ده كله. والكي ده رقم كونستنت. لو جيت تبص هنا لو لامدا 1 لامدا 2 كبار 100 و100 مثلا، فالرقم ده 10000. طب هنا 100 زائد 100 ب 200 سكوير، رقم اكبر من 10000. بس لما يتضرب في كي اللي هي 0.004 هتلاقي الرقم ده كده صغر بده. فساعتها يبقى لو انا كورنر لامدا 1 كبيره ولامدا 2 كبيره، ساعتها الار دي هتبقى كبيره بوزيتيف. طب لو انا كنت ايدج فلامدا 1 اكبر من لامدا 2 بكتير، فيبقى لامدا 1 مثلا ب 1000 ودي ب 2، فيبقى 1000 في 2 بكام؟ ب 1000 ب 1000 ب 2000، انما 1000 زائد 2 ب 1002 سكويرد رقم كبير بيتكلم في مليون، ف 0.04 برضه كبير، فيبقى ساعتها الار هتبقى نيجاتيف. لو الار نيجاتيف يبقى انا يا اما هوريزونتال ايدج يا اما فيرتيكال ايدج. مين اللي يحدد لامدا 1 ولامدا 2؟ لازم اجيبهم بقى ساعتها. بس لو الار بنيجاتيف يبقى انا كده ايدج مش كورنر. امتى اكون كورنر؟ لو بتاع كبير. طب لو كان صغير؟ لو
لو كانت امتى يكون فلات بقى مش ولا كورن ولا ايدج، لو كانت الارض صغيره قيمه يعني ده 2 وده 2 فيبقى 2 في 2 ب 4، 2 زائد 2 ب 4 سكوير 16 في 0.04 رقم صغير، فيبقى المجموع كله رقم في الاخر قليل. فلو الارض صغيره كقيمه انا ده انا كده ايه فلات ريجيون، ده نفس اللي احنا كنا بنتكلم فيه، وده نفس الرسمه دي هي نفس الرسمه دي بس مش هنا مش مفهومه قوي. هنا ده الاي اكس واي واي والاي اكس واي واي، ده الديستريبيوشن بتاع الاكس واي ديريفيتيف، فا اتس فيري ديفرنت ات ديفرنت ايدج تايبس، فلات ولا مين ايدج ولا كورن، تمام؟ فماشي. فالهارس كورنر بروتكشن بقى عامه هو عباره عن ايه؟ هنا انا بجيب الجريدينت في اتجاه اكس اللي هو غالبا الجاوسيان مضروب في الجريدينت، قصدي معلش ده جاوسيان ولا ايه ده؟ خليني انت كده افكر. خلاص يا جماعه الموضوع بسيط يعني مش محتاج لي الوقت دي كلها. فهنا الاي اكس ده اللي هو بجيب جريدينت في اتجاه اكس للايمج، جريدينت في اتجاه واي للايمج، جبت اي اكس واي واي، ضربت اي اكس في اي اكس كل بيكسل في البيكسل اللي قدامها. هي بس يا جماعه في صرصار معدي من جنبي فهقتله. هنا الاي اكس ضربتها في الاي اكس كل بيكسل بتاعت الجريد في اتجاه الاكس، يعني احنا لسه صاحي الصوصه بتاعت خلاص. فهنا الاي اكس مضروب في الاي اكس والاي واي مضروب في الاي واي، هنا الاي اكس مضروب في الاي واي، فكده جبت اللي انا عايزه جوه الام ماتريكس، جبته اكروس الايمج كلها، يعني جبت الاي اكس عند كل بيكسل، الاي واي عند كل بيكسل، الاي اكس واي عند كل بيكسل. اس اكس سكوير ده مين بقى؟ الجاوسيان. عملت جاوسيان الاي اكس سكوير عند كل حته، فانا كده بعمل كونفوليوشن، دي علامه الكونفوليوشن. الراجل ده هيعمل ايه؟ هيجي عند كل فلتر يقوم جاي عامل ابلاينج للجاوسيان زي هنا كده، تخيلوا الحته دي كده، هيجي هنا يقوم جاي عامل جاوسيان للاي اكس والاي واي والاي اكس واي، فكده كانه طبق الويندو اللي احنا كنا عاملينها، فاكرين المعادله الكبيره بتاعتنا اللي هي دي، وكده عمل الجاوسيان الاي اكس سكوير عند البيكسل اللي واقف عليها، عمل الجاوسيان اي اكس واي 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 سكوير. طب وبعد كده هيعمل ايه؟ هو كده كانه الاكس الاس اكس سكوير ده يعتبر كومبوننت من كومبوننت الام ماتريكس. لو عايز يجمع الام ماتريكس بقى يقول لك هات الاكس الاس اكس سكوير عند كل اكس واي، اس اكس واي عند كل اكس واي، اكس واي سكوير عند كل اكس واي، كده جبت الماتريكس. فانا كده كاني عندي 3 ايمجز حطيتهم في ماتريكس، عندي ايمج اللي هي لما جبت الاي اكس سكوير عملت له جاوسيان، ايمج اللي عملت لها الواي سكوير عملت لها جاوسيان، وايمج بتاعت الاي اكس في الاي واي، فجمعتهم في الماتريكس ام اكس واي. عايز اجيب الريسبونس عامل ايه؟ هجيب الترمنت الام دي، بس الام دي ماتريكس عند ليها اربعه بيك اربعه قيم عند كل بيكسل في الصوره، وكل بيكسل هتطلع ام ماتريكس مختلفه. فالارض دي عاملها ازاي؟ لكل بيكسل هجيب لها الترمن بتاع الام بتاعتها، واجيب التريست بتاع الام بتاعتها اعملها سكويرنج، اضربه في الكي، اطرح الاثنين من بعض اجيب الار. فهنا بيقول لك ثريشولد الفاليو على الار بتاعتها، فنقول مثلا الار هتبقى عند ايه؟ قيمه معينه. فانا هنا عملت ايه؟ ده الانبوت بتاع هارس كورنر ديتكشن، ده الار كورنر ريسبونس، يعني لما عملت الكورنر ريسبونس ده الار بقى. اللي هو ايه؟ النقط المحمره دي معناها ان الار بتاعتها كبيره، النقط الزرقاء دي معناها ان النقط بتاعتها نيجاتيف. وهنا بيفيجواليز الموضوع بالطريقه دي بدل الجري سكيل احسن يعني. تمام؟ بس قال لك هنثريشولد البتاع دي، فانا جاي كل اعلى من قيمه معينه اخليه ابيض، فتلاقي في بلوكات كتيره بقت بيضاء كده. بعد كده قال لك بقى نعمل نون ماكسيمم سبريشن، نشوف اللوكال ماكسيمم بتاع كل ريجن، يعني امشي في كل حته كده اشوف مين الاكبر من اللي حواليه كلهم، ده اللي اعتبره كورنر ار، ما اعتبرش اي حاجه اكبر من 20 مثلا كورنر، لا ممكن تكون لوكالي حواليها نقطة الكورنرز بتاعتها أعلى شوية. فهو هنا عمل لوكال ماكسيمم بتاع الأر فطلع نقط، معرفش شايفينها ولا لأ. بس كده بقى في نقط عند كل نقطة عند كل حتة بتعبر عن الريسبونس بتاع الهيرس كورنر بتاعتها. فلما طبق النقط دي على الصورة الأصلية طلع النقطة الحمراء دي هي الكورنرز بتاعتها. لو تاخد بالك هتلاقيه كل النقط موازية. يعني هنا في حتة موازية موازية وهكذا. أنا كده طلعت النقط اللي في الصورة دي اللي ممكن أماتشها مع الصورة دي، بس لسه مش عامل ماتشنج، ماليش دعوة ماتشنج خالص. فده كلام معايا عن الهيرس كورنر ديتكشن. دايما لما يبقى في اي حاجه بتعمل ديتكشن حاجه في الكمبيوتر فيجن بيقعدوا يقولوا طب ايه اخبارها مع الحالات المختلفه دي، لو الصوره اتحركت هيحصل ايه، لو الصوره لفت هيحصل ايه، لو الصوره عملنا لها شيلنج يعني
مديناها من فوق يعني شديناها كده من فوق ناحية اليمين ومن تحت ناحية الشمال بقت بالشكل الغريب ده. لو عملنا لها سكيلينج، لو عملنا لها بروجكت ترانسفورم لفيناها حوالين الزد اكسس تمام، هيحصل ايه؟ الهرس هيبقى شغال ولا لا؟ فهنا الهرس ده سؤال ممكن يجي في الامتحان يا جماعه، ركز في الكلام ده. فهنا بيقول لك الهرس ده عايزين نقيس هو انفاريانت ايه، يعني ايه اللي ما بيفرقش معاه؟ هل لو صغرنا الصوره يحصل هيجيب نفس النقط، لو كبرناها، لو لفيناها وكده. فتخيل بص الايه دي بقى، لو الار عملنا لها انتنسيتي تشينج، لو في حاجه اسمها انتنسيتي تشينج، لو الصوره الالوان بتاعتها اختلفت شويه ايه اللي هيحصل؟ فهنا احنا بنقول ان لو حصل انتنسيتي تشينج مش هيبقى في مشكله، لان مش هيبقى في مشكله كبيره يعني. معلش ثانيه واحده، الانتنسيتي تشينج انا كده بشتغل على الديفرنس او الديريفيتيف. فلو كل البكسل زادت بقيمه معينه اي ايكوال اي بلس بي، لما اجيب الديريفيتيف البي هتطير في الحالتين، يعني بدل ما اقول 10 ناقص 8 قلت 20 ناقص 18، مش تفرق الديريفيتيف هو هو، وبالتالي هنا هيطلع نفس الكورنس. انما لو عملت سكيلينج تلاقي اللي هو كل قيمه ضربتها في رقم، فتلاقي ساعتها الديريفيتيف هيتضرب في نفس الرقم. انا بقول لك 10 ناقص 8 وضربت كله في 2 هيبقى ايه؟ هيبقى 20 ناقص 16. ففي الاول 10 ناقص 8 ب 2 و20 ناقص 16 ب 4، فساعتها ممكن نقط ما كانتش تحت الثريشولد بتاع الريسبونس تبقى اعلى من الثريشولد ريسبونس. طيب في الروتيشن، هل الهارس كونتكشن روتيشن انفاريانت؟ اه، لان في الاخر انا مهتم بالايجن فاليوز، والروتيشن بيغير في الايجن فيكتورز بس. نفس الايجن فاليوز قلنا، الايجن فاليوز قلنا هي ايه؟ هي اللي بتمثل الاطوال دي. فلو نفس الطول لف ناحيه، لو الشكل نفسه لف، هيخلي الماتريك الاليبس شكله يلف بس، الايجن فيكتور هتلف بس. بس الايجن فاليوز هي اللي بحسب منها الريسبونس، وبالتالي الهارس نسبيا روتيشن انفاريانت. فهنا كورنر ريسبونس ار از انفاريانت ايمج روتيشن. فهم قعدوا يعملوا بقى روتيشن انجلز، قعدوا يجيبوا النقط دي صوره زي كده ويقعدوا يلفوها 20 درجه 40 درجه 60 درجه 100 درجه وهكذا، يلفوها كتير قوي ويشوفوا الريبيتابيلتي ريت اللي هو ايه؟ اللي كان بيطلع من شويه بدا يطلع دلوقتي ولا ما بقاش يطلع؟ فبيقول لك هنا ان انا بغض النظر عن الروتيشن اللي بعمله، نسبه الحاجات اللي بتطلع لا هي هي ظريفه يعني. اللي هو الكورسبوندنس على باسكال كود خالص. فهو اخر واحد ده الماكسيموم، بس هو اغلبهم كويس يعني، ما قلش جامد قوي. على عكس اللي جاي مثلا. هنا بس الهارس كونتكشن مهم جدا تبقوا عارفين ان هو نوت انفاريانت وايمج سكيلينج. ليه؟ لان انا لو عندي ايمج زي كده، دي كانت كورنر، لو كبرتها جامد عملت لها زوم ان جامد قوي، هتبقى كده. ساعتها كل الفلترز، كل مربعات الويندو اللي بعدي بيها مش هتبقى شايفه الحته دي كورنر خالص، هيبقى كلهم شايفينه ايدج 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 ايدج. مش هيبقى واحد، مش هيبقى في نفس المربع فيه تو جرين دايركشن، وبالتالي هتلاقي فيه لامدا من اللامداز قلت جامد جدا، وبالتالي بتقلب من كورنر تبقى ايدج تمام. فهنا لما قعدوا يعملوا السكيل فاكتور، يضربوا يكبروا الايمج مره ونص، مرتين، مرتين ونص، ثلاثه مرات، اربع مرات، وهكذا، بدات الريبيتابيلتي ريت تقل جامد جدا مع الهيرس تمام. بس يا جماعه خلصنا، عايز بس اديكم صوره بتمثل شكل اللي احنا بنوصل له في الاخر. لو تخيلته دي الصوره الاصليه، كل بيكسل من دي بيكسل صح؟ المفروض ان كل بيكسل من دي ليها ام ماتريكس مختلفه، وكل ام ماتريكس بتعمل شكل اليبس مختلف، يعني اللي هي ايجن فاليوز مختلفه ايجن فاليوز مختلفه. فالهدف بتاعي من الموضوع ام ماتريكس اللي هي المعادله دي، المعادله دي، ده دي صوره، دي اس اف اس اف اكس سكوير، دي رقم يعني ماتريكس كبيره، ودي ماتريكس كبيره، ودي ماتريكس كبيره، ودي ماتريكس كبيره. عند كل اكس وواي بيبقى فيه اربع قيم بس، انا بسلكت نقطه من الماتريكس الكبيره دي، ماتريكس حجم الايمج. فانا عند الاكس واي معينه بجيب نقطه الاكس واي اللي عند اس اكس سكوير واس اكس واي واس واي سكوير، فبيطلع لي ماتريكس ام، بجيب لها الايجن فاليوز والايجن فيكتورز، بيطلع حاجه زي كده. المفروض ان عند كل نقطه بجيب الاليبس دي. المفروض الاليبسز تكون نسبيا مش اورينتد ناحيه حاجه معينه، تبقى يعني تبقى اللامدا ولا لامدا 2 كبار نسبيا تمام. فطبعا من هنا ما نعرفش نحكم، بس مثلا لو تاخدوا بالكم هنا هتلاقوا الدايره صغيره،
فاكس يعني مش هقدر اعمل انتربريتيشن بالشكل ده. بس في الاخر الناس اللي عايز اوصله هنا ان انت عند كل بيكسل بتحسب سكند مومنت، والسكند مومنت دي بتدي لك ام ماتريكس، والام ماتريكس بتقول لك اما كورنر اما مش كورنر، عشان ما حدش يحس ان الام ماتريكس بتحسب مره واحده الايمج كلها، بتحسب عند كل بيكسل. بس احنا كده خلصنا هذا الديتكتور، شكرا جزيلا. نسيت احل الشيت which is something important في الموضوع. هتلاقي الاسئله مباشره بشكل مش طبيعي وسهله بشكل مش طبيعي. الله اعلم دروس ممكن يعمل ايه، بس دي الاسئله الوحيده اللي عندنا في هارس، وممكن نراجع بقى من حدث الفيديو عشان نشوف في حاجه مختلفه ولا لا. بس هارس انا شايف ان هو ممكن يجي مالتيبل تشويس يقول لك مثلا هو روتيشن انفاريانت، سكيل انفاريانت، طب حماده انفاريانت، فانت تقول له لا ده هو روتيشن انفاريانت عادي، لو لفيت الايمج هيطلع نفس الحاجه. طب هل هو سكيل انفاريانت؟ تقول له لا، ان يعني الكورنر لما تعمل له سكيلنج ممكن يقلب ايدجز. طب هل هو ان لو غيرت في انتنستي عادي؟ تقول له لو غيرت، لو زودت كل الايمج، لو في لايتنج حصل على الايمج كلها تمام هيبقى زي الفل، لان كله هيزيد بنفس القيمه وانا مهتم بالجريدينت اللي هو غالبا بيبقى ثابت. ثابت لو كله زاد بنفس القيمه انا بطرح الحاجه من اللي جنبها. لو عملت سكيلنج للايمج، سكيلنج للانتنستي، سكيلنج لحجم الايمج، السكيلنج اللي ما ينفعش مع الهارس السكيلنج في حجم الايمج، انت كانت 100% بقت 200% بقت 400% كده. انما السكيلنج بتاع الانتنستي ضربت كل الانتنستي في رقم، لا ده ممكن يعمل مشكله. عندي معلومات عامه. طب بصوا على الاسئله كده تلاقوها ان شاء الله سهله. Given the gradient in x and y directions for a 3x3 window of an image as shown in the below. Compute the autocorrelation matrix used in health cover detection. عندك الـ ix اهي والـ iy اهي. فهنا هتفترض ان الويندو فانكشن بتاعت ال تفترض ان الويندو فانكشن بتاعت الهرس اللي هي الاوميجا ماتريكس اللي هي دي، عشان هو ما ادكش جاوسين يعني، تفترض ان دي بوحيد عادي مش مشكله تمام. فيبقى حل البتاع دي ايه؟ انه عشان اجيب الام ماتريكس افتكر القانون بتاعها ايه؟ الام ماتريكس هي سيجما الاوميجا دي في اي اكس سكوير اي واي سكوير اي اكس واي اي اكس واي. فاللي هتعمله ببساطه ان الاي اكس دي هتعمل لها سكويرنج، تجيب الاي اكس سكوير تضرب كل واحده في سكوير في نفسها، تضرب كل واحده في نفسها، فدي تبقى 0.04 0.15 سكوير وهكذا تعدي على كل، فيبقى عندك ماتريكس اسمها اي اكس سكوير فيها كل الاليمنت ما هو سكوير. نفس الكلام بالنسبه للواي، فكده جبت الاي اكس سكوير والاي واي سكوير، وتقوم جاي ضرب الاي اكس في الاي واي فيطلع لك ماتريكس جديده ثالثه تمام؟ ده ثلاثة برضه. بعد كده تعمل ايه؟ هتجمع بقى، تجمع كل الاي اكس اللي جبتها، كل الاي اكس واي، كل الاي واي سكوير، فانت هيطلع لك ماتريكس اي اكس سكوير تجمع كل الاليمنتس اللي فيها. يطلع لك ماتريكس اي واي سكوير تجمع كل الاليمنتس اللي فيها، يطلع لك ماتريكس اي اكس في اي واي تجمع كل الاليمنتس اللي فيها، كده جبت الموضوع خلاص. يبقى عندك ثلاث خيم، تعمل الماتريكس بقى ازاي نفسها؟ الماتريكس هتبقى ده اي اكس سكوير تحط هنا المجموعه بتاعها، ده اي اكس اي اكس واي اي اكس واي اي واي سكوير، شكرا. اي اكس واي خلي بالكوا هي الدايجونال اوف دايجونال قصدي. فانا هحسب ثلاث قيم قيمتين اهم والقيمه هحطها مرتين هنا. يا ريت حد يعني يحل السؤال ده ويطلعه عشان لو حد عنده مشكله في اللي انا بقوله، بس انا شايف الكلام بسيط يعني. اسف ان انا قلت كلام بسيط مش مقدر معاناتكم يعني. طيب السؤال الثاني هنا from each of the following diagonalized autocorrelation matrix، انا بقول لك هنا الماتريكس دي diagonalized، بمعنى ان انت قدامك لامدا 1 لامدا 2، افترض ان الايه الدنيا horizontal وvertical يعني. هو المفروض ما تفترضش بس يعني افترض. هو شكل السؤال ده. بس الاسئله دي طبعا مش انا حاططها، عشان اللي جايبها دي اسئله دكتور محروس ان شاء الله يعني ايه باذن الله لو جاب حاجه هيجيبها حاجه شبه كده. هو عايز يجيب لك الكورنرنس سكور اند ديترماين ويذر ذير از ا كورنر فيرتيكال ايدج هوريزونتال ايدج اور نون اوف ذيم اكزيستنج تمام. هنعمل ايه؟ عندنا معادله اللي هتبقى في الفورم شيت ان شاء الله معاكم. المعادله دي بتقول ار ايكوال لامدا 1 لامدا 2 ناقص كي في لامدا 1 زائد لامدا 2 كورنر سكوير. بس كلام بسيط جدا. تقوم جاي اعمل ايه هنا؟ هتطبق المعادله دي اربع مرات، تضرب 9 في 8 ناقص 0.04 في 9 في 8. قايل لك هنا ان الثريشولد بتاعك، الثريشولد في السؤال قايل لك ايه؟ ان اي ار تطلع اكبر من 10 فهي كورنر تمام؟
واضح من لو حد بص كده بص سريعة ممكن نعوض يعني لو هنا هنا 2 لامداز كبار 89 هنا في لامدا كبيرة ولامدا صغيرة هنا كله صغير هنا في لامدا كبيرة ولامدا صغيرة فلما تيجي تعوض تلاقي ان دي ايدج ودي ايدج ودي فلات ودي اسمها ايه؟ كورنر كلام بسيط جدا هنا يبقى الايدج عمل ازاي؟ طالما الرقم هنا كبير يبقى الاي اكس سكويرد لما قعدت اجمعها طلعت رقم كبير معناه ان انا لما امشي في اتجاه الاكس بلاقي ايه؟ اختلاف دايما يبقى كده ايه اللي حصل؟ عندي فيرتيكال ايدج طب هنا العكس بقى اي واي سكويرد لما قعدت اجمعها طلعت كبيره فمعناها ان انا لما بمشي في اتجاه الواي بلاقي جريدينت قوي معناها ان الايدج هورزونتال دي هورزونتال ايدج بس هنا الرقم صغير رقم صغير فيبقى ده ايه؟ فلات ريجن لون اوف ما فيش ولا ايدج ولا كورنر دي كورنر يعني تعويض مباشر يعني لو في اي اسئله ثانيه على هرس شفتوها في اي امتحان قول لي عليها واجيبها لك بس ده اللي عندنا يعني مش هنزل حل الشيت ده انا شايف ان انا كده حليته يعني تمام انا كده خلصت حل الشيت هسجل بقى الفيديو ده وابلود ربنا يكرمكم ان شاء الله ويعينكم في الامتحان ان شاء الله.